وسط احتفال بهيج وحضور رعوي زاخر، أحيت الرعية المارونية في الأردن عيد الصعود الإلهي في قداس إلهي واحتفالي ترأسه كاهن الرعية في الأردن الأب جوزيف سويد بمعاونة شدايقة الكنيسة وخدام الهيكل. وفي عظة القداس ربط الخور سويد بين وصية يسوع لتلاميذه إبان صعوده إلى السماء، وبينما نحن عليه اليوم في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: بأعمال الرسل سمعت القصة، ستنالون قوة بحلول الروح القدس، وشو رح يكون؟ رح تكونوا شهود إلي بأورشليم، باليهودية، بالسامرة، وحتى أقاصي العالم، أقاصي الأرض. أقاصي الأرض هو الشيء اللي اليوم منطلع إخوتي منقول أو الكون البشارة وصلت لأقاصي الأرض؟ نعم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر شاشات التلفزة، عبر الواتساب، عبر كتير أمور ممكن بكرة العقل البشري يخلقها البشارة ستصل إلى أقاصي العالم. البشارة قادرة تكون عبر كل مواقع التواصل. وشو بحب اليوم إخوتي بتعرفوا إنه شهادة الرسل، شهادة الكنيسة، جماعة المؤمنين عصفت، خضت وسكنت بقلوب كتير من الناس، لأنه حبوا يكونوا شهود على قيامة الرب مش حراس على قبره. أنتوا شهود. وفي سياق متصل أحيا الأب جوزيف سويد قداسه الرسمي الأول ككاهن للرعية المارونية في الأردن وسط حضور عدد من الكهنة وأبناء الرعية. وقد شدد الأب سويد في عظة القداس على وحدة الصف المسيحي حول مائدة المسيح وقال: وانتوا بتعرفوا إخوتي قديش هالعالم بينقصوا حب وحنان. بالنهاية إجا وقت يسوع، اتفضلوا لعند يسوع. سألوني مرة: يا بونا شو مرض هالعصر؟ شو مرضه؟ شو بضربته هالعصر؟ قلت لهم: نكون المشي والمحدة لكل حدا الله حطه على دربنا. بس من هون إجا نشيد كتبته بنهي فيه، نشيد بحبه كتير وبكرة رح تسمعوه. بقول النشيد: بدنا حدا من هالبشر يمحي مقاس الناس، يزيح الحجر، يرسم قمر تسهر عدو الناس، يخزق ورق الأحزان، يهد يشيل الحيطان ويقرب بين الناس. سألت حالي وين الحدا؟ جاوب صدى: هالحدا بسهرة كاس الله هدى، شعبه افتدى وسكب رجع الناس. مين غيره بيقدر؟ مين انديل المنسيين اللي بيشفي الموجوعين وبيدفئ قلوب الناس؟ اذا مش هن، اذا مش انتو، اذا مش نحن، مين؟ الله كان بده نكون مثله رعيان وسهرانين، نوطير بهالزمان على الرحمه وعلى الايام او على الايمان، معه منبني الإنسان ومنداوي الموجوعين.